كلنا بنعرف نتكلم، بس مش كلنا بنعرف نعبر عن اللي جوانا. كلنا بنعرف ننصح، بس أغلبنا بينسى إن هو اللي محتاج للنصيحة. أحياناً بتبقى مخنوق ومش قادر تفهم السبب، بتدور على أي طريقة تفهم بيها نفسك. لسه ما عندكش الوعي إن في ضغوط كتير جواك بتكتفك، مش عارف لسه تحط إيدك على الجرح، لأنك ببساطة مش واعي لحقيقة مشكلتك. كل تفصيلة في حياتك عاملة زي الخط، بيبدأ ومش عارف له نهاية، بتمشيه وفي نص الطريق بتتعب من غير ما تعرف السبب. وكل ما دايرة الوعي جواك بتوسع، بتبدأ تدرك كل شيء. تفاصيل كتير في الصورة ما كنتش واخد بالك منها بتبدأ تظهر لك، وبمجرد ما تفهم عيوبك بتعرف تتعامل معاها، وبتشوف جواك إنسان جديد بيحاول يظهر. اكتشفه، اديله الفرصة، ساعتها كل الأعباء بتتلاشى وكأن ما كانش ليها أصلاً أي وجود. المهم تحاول تفهم نفسك صح.